بلادي 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 لك حبي وفؤادي، تحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام في كل مكان، تقبلوا تحياتي تحيات المعلق الرياضي محمد الكواليني، يحييكم. واليوم الختامي للقاءات الجولة قبل الأخيرة لدوري المصري دوري نايل، ولقاءات الجولة رقم 33 في النسخة رقم 65. لقاء اليوم هو لقاء يجمع انبي امام النادي الاهلي. نتمنى بمشيئة الله ان نستمتع باحداث المباراة. احييكم من هنا من قاهرة المعز، وبالتحديد من استاد المقاول العرب بالجبل الاخضر، وهذه المباراة القوية باذن الله الممتعة والمثيرة بمشيئة الله. نادي انبي صاحب الارض يدخل لقاء اليوم بيحتل مركز 9 برصيد 43 نقطة من 32 مباراة. أما الكبير النادي الأهلي بطل الدوري وحامل لقب الدوري في الموسم الماضي وبطل الدوري في الموسم الحالي، فهو حاليا بيحتل مركز أول برصيد أعزائي المشاهدين 84 نقطة من 32 مباراة. إنبي على الورق وطريقة لعب 3-4-3، عبد الرحمن سمير حارس مرمى، ليبرو أحمد كلوشة قدامه اثنين مساكين، احمد صبيحه، سيف الخشاب، رباعي وسط الملعب، على اليمين علي فوزي، على الشمال محمد حمدي، اثنين على الدايره مودي ناصر، احمد العجوز، ثم ثلاثه في الخط الامامي محمد حتحوت، احمد نادر حواش، والهداف احمد امين اوفا رقم 9. اما الاهلي وطريقه لعب 4-2-3-1، مصطفى مخلوف حارس مرمى، باك يمين عمر كمال، باك شمال كريم الدبيس، قلبي دفاع احمد عبدين، خالد عبد الفتاح، اثنين على الدايره مصطفى ابو الخير، كريم ندفد، قدامهم ثلاث لاعبين محمد عبد الله، محمد مجدي قفشه، احمد اشرف، وراس حربه هو الفولت محمود كهربا صاحب القميص رقم 7 المرحومه شاهد ربنا يرحمها ويصبر اهلها وباذن الله في الجنه. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن أحداث المباراة. نادي إنبي هيكون على شمال الشاشة بالأزرق، والنادي الأهلي الضيف هيكون على يمين الشاشة بيزي الأحمر في لقاءات اليوم. نادي إنبي اللي لقى هزيمة كبيرة في آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي الزمالك بأربع أهداف مقابل هدفين، والنادي الأهلي في لقاء اليوم يسعى من أجل تحطيم الأرقام تحطيما. النادي الأهلي اللي حقق 21 فوز متتالي. خالد والمحاولة الهجومية، كرة طولية عالية بدون عنوان، راسية من صبيحة تطرد، تصويبة باستعجال بدون تركيز من أحمد أشرف، وتلعب بره بعيدة، وتبقى الآن ضربة المرمى حاليا لصالح نادي إنبي. خلي بالك أحمد أشرف يعتبر هو الأخ الأصغر لمحمد أشرف لاعب الأهلي السابق ولاعب نادي زد اف سي الحالي. انطلاق الأمام في محاولة بقدم اللاعب على طول وهو محمد حتحوت، حتحوت عدى فات منتهى الخطورة، حتحوت بعرضية لبره والهدف جوه الجول، جوه الجول، الهدف الأول، هدف التقدم لإنبي بقدم أحمد نادر حواش، ولكن محمد حتحوت يعمل انطلاقة ويعمل مهارة ويعمل عرضية ساحرة ساحرة ساحرة. محمد حتحوت يعمل أسيست روعة ويعمل باصة سحرية جميلة جدا لقدم المهاجم أحمد نادر حواش عشان نادي إنبي يتقدم الآن بهدف أول في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، والهدف الثالث لأحمد نادر حواش في الدوري المصري في الموسم الحالي. ولكن محمد هاني حتحوت عمل عظمة، وأي عظمة في الجبهة اليمنى، قطع كورته وجابها ومن نص الملعب راح وزاد وسط فرجة من دفاعات النادي الأهلي، عدى حلو ولعب باصة حلوة حلوة، لعب باصة هدية، استلم بدوران من أحمد أشرف، عدى أشرف طورت منه جابوها لاعبي إنبي لمودي ناصر على الشمال سريعة السرعة مثل الخطورة. أحمد حواش، أحمد حواش مع كرة، حواش باصة بينية قوية لحق كورته، طلع كورته أحمد عبدين وبره الملعب في الأمان، تبقى الركنية الأولى في المباراة. بدأ الموسم مع الكابتن تامر مصطفى، ثم حاليا كابتن سيد ياسين بيقوده فنيا من فبراير من العام الحالي. هاجمة محاولة هجومية، استلام من قفشة، قفشة كرة طولية عالية، استلام من كهربا ولكن تعدي وترجع ورا في أحضان الحارس. لسه مع الكرة عبد الله، لم كورة عبد الله، وقف على كورة محمد عبد الله، رجعها ورا ترجع مرة ثانية لأبو الخير، أبو الخير عرضية، لمسة دربكة لكهربا والهدف جوه الجول، جوه الجول،
التعادل التعادل. الفولت العالي ينور المباراة ويولع اللقب ويسجل الآن هدف التعادل لنادي الأهلي في الدقيقة الأولى بلس 45 من عمر الشوط الأول. محمود كهربا يسجل هدف تاني ليه على التوالي مع النادي الأهلي، والهدف السابع للفولت العالي في هذا الموسم بكل تأكيد. هذه العادة مرة تانية، أبو الخير ثم الدربكة الدفاعية بقدم مودي ناصر ثم المهارة، حط جسمه حلو محمود كهربا، حط جسمه حلو وحط على كورته حلو وحطها جميلة على يمين عبد الرحمن سمير عشان النادي الأهلي يرجع للمباراة في اللحظة الأخيرة من عمر الشوط الأول ويسجل يا سادة هدف التعادل بقدم الفولت العالي. دايما برجه عالي، واحد إنبي واحد النادي الأهلي في هذه المباراة. عبد الفتاح تصل على الشمال لكريم الدبيس، ترجع لعبد الفتاح ومعه حكم اللقاء الكابتن احمد حمدي بيصفر بنهايه الشوط الاول في لقاء انبي والنادي الاهلي. الكابتن احمد حمدي بيدير اللقاء بشكل جيد، كان في هدف سجله كهربا ولكن لغاه بداية التسلل من رايه من المساعد الثاني محمد لطفي، وكان حكام الفار تاكدوا على القرار ثم هدف التعادل بعدها تقريبا بدقيقتين. طبيحه ترجع ورا ناحية على طول كريم نيدفيد، جابوها لعيب انبي منطقة خطورة كالوشا والمساندة هوبا التصويب والصدة خطير راسية وراحت. راحت فين؟ راحت فين؟ مش ممكن، ولكن في تسلل موجود على أحمد أمين أوف راية وصفارة وتسلل لصالح النادي الأهلي. المرة دي الراية من نصيب الأهلي والتسلل لصالح الأهلي، لأن أصبح الآن محمد محمود لطفي ماسك الآن فراودة نادي لشكشك أمامية سريعة. هذا اللاعب خطير سريع، الكرة طلع باصة أحمد أمين أوفا لوحده خالص خطير عدى فات منطقة الخطورة، لكن ممتاز تغطية روعة تغطية روعة، وفي النهاية في راية وصفارة وتسلل موجود. خالص المباراة حلوة وسلوك جميل بيجمع نجوم الناديين، عالية راسية خطيرة، متابعة متابعة تصويب، يا الله مش ممكن. أحمد العجوز الخبرة الكبيرة، ولكن الخبرة ما قدرش يستغل خبرته الكبيرة في التصويبة في اللعبة الماضية. أحمد العجوز 31 مباراة ولا هدف في الدوري، لاعب المحور اللي عمره 31 سنة وموسم خامس دي مع فريق طبعا إنبي، لعب مع بتروجيت ولكن هو ابن من أبناء نادي إنبي البترولي. هذه اللمسة والرأسية والمتابعة التصويبة الصاروخية، واحد إنبي واحد النادي الأهلي. يوسف عدى يوسف دخل في عمق الملعب، باصة بينية حلوة خطيرة، الكعب المهارة الجملة المزيكا والتصويب، يا الله أحلى جملة وأحلى جماعية وأحلى تحركات إيجابية لصالح النادي الأهلي والتصويبة الجميلة، ولكن تعدي يدوب بجوار القائم الأيسر للحارس عبد الرحمن سمير. بص على طول يوسف عبد الحفيظ عمل ايه؟ عمل انطلاقة وعمل باصة حلوة، هذا هو جو عمل باصة حلوة هتخد جميلة، والكعب الجميل من كهربا والمهارة من كريم نيدفيد والتصويب بقدم محمد مجدي أفشة، ولكن تعدي يا سادة بسلام على طول. علي فوزي بعرضية والصد حلوة من مقروف، وحكم اللقاء قال لك في فاول، قال لك في التحام في التحام وفاول من نصيب الحارس مصطفى مخلوف، حارس مواليد 2003 كان انضم في 2021 قادم من الترسانة. عمر كمال عرضية دفاع من الخشاب، متابعة منطقة خطورة لبيومي أمامية، عمر كمال عاوز يعدي عدى عمر متابعة بتصويبة حلوة وصدة ممتازة قريها مظبوط بخبرة عبد الرحمن سمير، يطير ويحط ايديه ويطلع كورته بره الملعب في تصويبة جميلة بقدم المتخصص دائما في عز الشباك في الأوقات القاتلة من نهاية المباراة، وهو نجم النجوم محمد مجدي أفشة، ولكن تعدى بره الملعب ركنية، آخر ركنية واخر لمسة واخر عرضية في المباراة، عرضية بقدم كريم الدبيس براسية متابعة عمر كمال هوبا تصويبة حلوة صد، الله 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 عليك يا ولد، الله 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 عليك يا عمر يا كمال، الله الله عليك يا عبد الرحمن يا سمير، بودي سمير يتألق يتألق ويزود عن مرماه ويحافظ على شباكه من هدف قاتل، هدف الفوز في اللحظة الأخيرة من نهاية
المباراة. مش ممكن تصوبة روعة وصد أروع وأروع. ركنية بقدم كريم الدبيس عالية فوق. فين الصورة؟ فين الكورة؟ فين الهجمة يا مخرج المباراة؟ كرته عالية ترجع وتعدي تلعب برا. بكل تأكيد يا كاتب التاريخ الأهلي صاحب تاريخ، يا كاتب التاريخ الأهلي بطل الأبطال ومحطم دايما كل الأرقام، يا كاتب التاريخ الأهلي معود جماهيره على رفعة الرأس وعلى النصر، يا كاتب التاريخ الأهلي بمن حضر سواء كان لاعبين أو مدربين، يا كاتب التاريخ الأهلي هو التاريخ. ألف مليون مبروك فوز النادي الأهلي وتتويجه كبطل للدوري المصري فاز الموسم للمرة الثانية له على التوالي، وللمرة رقم 44 في تاريخه، وللمرة الستة في تاريخه يفوز بلقب الدوري قبل ختام الموسم بثلاث أسابيع بالتمام والكمال. واليوم مشاهدينا النادي الأهلي بالأجبال في تواجد اللاعبين المخضرمين يقدم مباراة محترمة أمام فريق قوي جدا اسمه فريق إنبي، وهذا اللقاء ينتهي بالتعادل 1-1